أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، نحن سنكون معكم في المحور الثاني أو القضية الثانية التي سوف نتحدث عنها في حلقتنا لهذه الليلة من برنامج الوطني. ينتصر العاصمة المؤقتة عدن تحررت في 27 رمضان 1436، ولكن منذ ذلك الوقت أربع سنوات تقريبا، قاربنا على أربع سنوات، وما زالت الخدمات في كثير من الجوانب في متدنية، وكأنه ما زالت حالة الحرب موجودة. بعض المديريات يعني الشارع اللي يوجد فيه المجمع الإداري، البيارة مكسورة والماسورة حق الماء مكسورة والكمبة منحية والشارع بلا زفلت والرصيف مكسر، وكأنه ما فيش حد ناس موجودين. الأسواق في بعض المديريات مكتظة بالقمايم وحالة الدنيا مشوهة بشكل لا يليق بعدن، لكن في بعض المديريات في هناك نجاح وفي هناك في نظافة وفي جهود نتابعها من قبل مدراء المديريات، وحقيقة في حركة نشطة بالنسبة للوكلاء، نتابع حركة كبيرة للوكلاء والقائم بأعمال المحافظ، لكن النتيجة يعني العمد على آخر بيت من الشعر، يعني آخر نقطة إحنا يعني صفر زائد صفر يساوي خسرنا. يعني إذا كان إحنا بنستلم رواتب وميزانية تشغيلية ودوام وخلاص والدولة موجودة، ولكن بالأخير البيارة قدام وسط الشارع يعني وكأنها يعني نهر ما حد عارف من المواطنين يقطع الطريق. عمود كهرباء سقط أمس في عدن، يقولون أنه طفى الكهرباء كلها في عدن كامل. أمس شفنا في حملة للربط العشوائي وسط الشارع، الناس يربطون وسط الشارع، وين الأجهزة الرقابية، وين إدارة الكهرباء، وين الوزير الكهرباء، مدير الكهرباء، نائبه التميمي، كلكم فين أنتوا؟ يعني وزير الكهرباء حقيقة اشوفه بس لما يجيبوا الاخبار حق رئاسة الوزراء كذا يسوي يعني ما عاد اشوف، ما عمري سمعت صوت وزير الكهرباء، ونوجه له التحيه والتقدير حقيقه. والناس تجي تسمع صوت وزير الكهرباء، لا يكفي ان احنا نشوفك في اجتماعات رئيس الوزراء، ونتمنى ان يوفر لنا تلفون وزير الكهرباء في حلقات قادمه. ايوه، على اساس نحن نتكلم بموضوع الكهرباء وموضوع الخدمات. بالنسبه لموضوع الخدمات وموضوع البنى التحتيه في عدن والمشاريع المأموله، معروف ان في هناك خطط وفي برامج، لكن نريد المواطن ان يتحصل على خدمه في يعني يتخلص من المعاناه اليوميه، يعني الكهرباء تكون مستمره، المياه تكون موجوده، النظافه، الصرف الصحي، ما يكون الدنيا بهذله في الشوارع. لكن عدن حقيقه كما نسمع انه في هناك استعداد لمشاريع ضخمه وعملاقه من خلال برامج اعاده الاعمار التي باذن الله انه سوف نشوفها. للحديث أكثر حول موضوع الخدمات والبنى التحتية والمشاريع في العاصمة المؤقتة عدن، يكون معنا عبر الهاتف سعادة الوكيل محمد نصر شاذلي، وكيل محافظة عدن. مرحبا بك سعادة الوكيل، مساء الخير. يا مرحبا سهنور، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك سعادة الوكيل، شرف كبير أن تكون معنا في برنامج الوطني ينتصر في قناة عدن الفضائية، وحديثنا معك حول موضوع الخدمات. المواطن حقيقة يشكو، ولكن نحن نلاحظ بالذات أنتم كوكلاء أن في هناك حركة وفي تحرك، وبالتالي ما الذي تحقق وما الذي ما هي الأولويات التي موجودة على طاولتكم ممكن يلمسها المواطن في الأيام القادمة؟ حفيظ الامر، اولا شكرا جزيلا لك، واحيي تلفزيون عدن واحيي شخصيا على هذا الاهتمام، وايضا شكرا لاخواننا المواطنين الذين يساعدون كثيرا في حل كثير من القضايا وبالذات القضايا الخدميه في عدن. حقيقه الامر نحن نعاني بالفعل من تلبي هذه الخدمات، وهذا الامر ليس بجديد، لكن هو تراكمات سابقه نتيجه الحرب الغاشمه ايضا التي شنت. واليوم بالذات في فصل الصيف كما تعرف هناك معاناه بالنسبه للكهرباء التي هي بعون الله في طريقها للحل، ولكن تقول تماما بان هناك توجه حالي، وبالذات بعد وصول فخامه الرئيس الى عدن وتواجد الحكومه بكامل اعضائها في عدن، وبالذات الوزارات الخدميه، هناك توجه كبير وتعاون مشترك من قبل الحكومه والسلطه المحليه على حل كثير من القضايا وبالذات القضايا الخدميه. كان هناك بالامس اجتماع مشترك بين القائم بالاعمال المحافظ ودوله رئيس الوزراء لحل مسألة النظافة، ويعلن عن منافسة لشراء معدات لصندوق النظافة،
ايضا هناك توجه تبدأ برنامج عمل يجهزه الان الاخ القائم بالاعمال من اجل الاسراع في حل مشاكل الصحه المجاري وحل ازمه المياه التي تفاقمت كثيرا نتيجه لاحتراق غرفه التحكم في بئر احمد. هناك تدخل مباشر يتم الان، السلطه المحليه تبذل قصارى جهدها، الاخوه مدراء عموم المديريات يبذلون قصارى جهودهم، الاخ القائم بالعمل يعمل ليل نهار بالاشراف على هذه الامور، وصدقنا هناك عمل حثيث نقوم به في اطار السلطه المحليه، ونامل ان تنجح هذه الاعمال في القريب العاجل لرفع مستوى الخدمات التي لا ننكر بانها تدنت كثيرا في عدن وكثرت مضايقات كبيره، والمواطنين بالفعل وصلوا الى مرحله من الاحباط، ولكن بعون الله اولا ثم بتضافر الجهود وتوجيهات فخامه الرئيس الذي يتابع بشكل شخصي ويومي على ضروره الاهتمام بحل هذه القضايا. طيب سعاده الوكيل، مثلا في بعض المواضيع او بعض الخدمات، يعني انا بتصوري البسيط ولا اعرف هل انا صائب او مخطئ، لا اظن انها تحتاج الى هذيك التكاليف والبرامج، مثلا اصلاح مواسير الصرف الصحي او رفع مخلفات كرمك الله وكرم السامعين القمايم من الشوارع مثلا، نلاقي بعض المديريات النظافه فيها تمام والصرف الصحي لا توجد هناك اي تسريبات، وحتى الربط العشوائي الكهربائي مش موجود. هل مسألة أنه بعض المديريات هو فرق في الإدارة، أو أنه الإمكانيات تتوفر، أو أنه البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي في بعض المديريات يعني قد هي خربانة أو مثلا منتهية؟ كما تفضلت أنت في حديثك الأخير، هناك يعني بعض المديريات تعاني أكثر نتيجة انهيار الخدمات فيها وانهيار شبكات بالذات شبكات الصرف الصحي. وايضا بالنسبه للنظافه، لا تنسى بان صندوق النظافه فقد اكثر من 70% من معداته. سيدي نحن بحاجه لمعدات، المعدات اولكت، المعدات نهبت، المعدات دمرت نتيجه الحرب. صندوق النظافه بحاجه لمعدات، وكل ما يعمل اليوم وما يتم اليوم هو يعني جذر اكبر على هذا الصندوق. وايضا مؤسسة المياه والصرف الصحي لا توجد لديهم المعدات الكافيه، وبالذات في قطاع الصرف الصحي، الصرف الصحي بحاجه لامكانيات كبيره جدا جدا جدا، ولكن بعون الله تعالى الان هناك توجيه لشراء بعض المعدات التي ستساعد كثيرا في القضاء على هذه الظاهره. ايضا صندوق النظافه سيتم الاعلان عن مناقصه لشراء بعض المعدات، ونحن لا ننكر بان هناك ايضا قصور اداري في العمل، ولكن هذا بعون الله سنتجاوزه في القريب العاجل بالعمل المشترك بالعمل الاقوي السابق، لان عدن تهمنا جميعا، عدن هي النموذج الذي يجب ان ننجح فيه حتى يعمم على كل المحافظات. فنعمل كثيرا بان يتم توفير المعدات في القريب العاجل، وبناء على توجيهات فخامة الرئيس سيتم في القريب العاجل شراء معدات خاصة للصرف الصحي ومعدات خاصة بصندوق النظافه. صحيح، يعني حتى مهما كان العنصر الاداري في ظل هذه الظروف الاستثنائيه والامكانيات، لا يعتبر الجانب الاداري هو الجانب الوحيد، المساله محتاجه الى امكانيات ومحتاجه الى خطط. السؤال الاخير لك مع سعاده الوكيل، المساله ايضا محتاجه لامكانيات ومحتاجه للعنصر الاداري، لا ننكر ذلك، محتاجه للعنصر الاداري ايضا. انا اقصد ولكن لا يستطيع ان يعمل شيء. انا اقصد انه الظروف الاستثنائيه في بعض الجوانب في حياه الناس دمرتها الحرب وكسرتها، ومحتاجه الى أن تكون هناك في نهضة حتى الحكومة تساند مدراء المديريات. أنا سؤال الأخير لك، أنت أشدت في جزئية من كلامك حول صبر المواطنين، ولكن أنا عندما تلاحظ بعض الفيديوهات تلاقي المقالب القمامة أو القمامة مسكوبة على طول الشوارع، وبالتالي لا شك أنه في هناك دور للمواطن في أنه في أماكن لتقم على القمامة، في أماكن لأن تكب في مكان واحد، ولكن الكلمة منك للمواطنين عن دورهم في نجاح هذا الجانب. طبعا انا اشيد ايضا اذا كان هناك بعض المواطنين يعني يثيرون بعض المشاكل هنا وهناك، ولكن لا ننسى ان الكثير من الاخوان المواطنين
من ابناء عدن، من سكان عدن، من محبي عدن يتداولوا بشكل كبير، وهذا عملنا فيهم دائما. فان يتم نشر التوعيه، الوعي مهم جدا لان نحافظ على نظافه هذه المدينه، لان نمتنع عن ربط الربط العشوائي للتيار الكهربائي، الربط العشوائي للمياه، هذا مهم جدا. الثقافه يجب ان تسود بان عدن تهمنا جميعا، والحلول ستكون حلول مجتمعيه متساويه، وكل سيتحمل مسؤوليته الكامله في ان نعيد بناء هذه المدينه الفاضله التي اعطتنا جميعا كل شيء، والان هي نحن بالاصح يجب ان نرد هذا الجميل. المواطنين مشكورين، وانا على ثقه تامه سيتجاوبوا معنا، وسنفتح صفحه جديده من اجل اعاده بناء واعمار ما خربته الحرب في عدن، وبتعاون الجميع سنقضي على مثل هذه الظواهر السلبيه التي طالت كثيرا، ولكننا على امل كبير بان المواطن سيتجاوب، لانه هو صاحب المصلحه الحقيقيه لان تعود عدن كما كانت زهرة المدائن في المنطقة بشكل عام. شكرا لك على هذه الثقة، وأنا على ثقة كبيرة أنه بهذه العقلية وبهذا المنطقة الذي تتحدث فيه ستقدم أنت شخصيا محمد نصر الشاذلي لعدن الكثير. نتمنى لك التوفيق. شكرا، شكرا لك، ودعني أشكر كل المواطنين المتجاوبين معنا في عملنا والذين يقدمون المساعدة والنصح. شكرا لك أخي غسان، وشكرا لهم جميعا. شكرا لك، تحياتي لك. كان معي الأستاذ سعادة وكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي من العاصمة المؤقتة عدن. يعني في كلام منطقي حقيقة، حتى كان تعقيبي محدود على كلام سعادة الوكيل، لأنه بيقول لك في قصور ناحية الإمكانيات من ناحية الخدمات، نحن مقصرين بحق المواطن. في قصور من الجانب الإداري صحيح، يعني في هناك بعض يعني تكلم بشكل يعني منصف وواضح، لكن لو تحدثنا عن الجانب الإداري، وهناك عملية حصلت، كان في قرار من أحمد سالمين على عملية التدوير والنقل، قد تم إيقاف هذا الموضوع، وتعتبر هذا القرار اللي سواه أحمد سالمين يعتبر زي الرسالة. صحيح هو القرار أوقف أو ألغي من قبل القيادة العليا للدولة، لكن تعتبر برضو زي الرسالة. لكن في ناس بيقول لك مش بهذه الطريقة، اللي قده مثلا ناجح في مديريته يكمل المشوار بالذات في هذه الظروف، واللي قده فشل في مديريته ما قدر حتى يسحب البيارة من قدام المكتب حقه، ما تبلشنا فيه وتجيبه في مديرية ثانية، خلاص عمل له حل آخر. وفي عدن يعني كوادر بالآلاف يستطيعون أن يديرون المديريات ويديرون المحافظات، سنتين بيارة قدام يعني شوفوها بالشارع مثلا ولا قدروا يشفطوها أو يعملوا لها حل أو يسكروها. هذا اللي إحنا نبغى التغيير هنا. اللي قده ناجح خلوه يستمر، لأنه أصلا اللي نجح بهذا الجزء مهما كان مش كل حاجة عملها. لو مثلا مدير من المديريات راضين احنا عنه، بس هذا انت حققت 40%، حتى ما تجاوز 50%، لانه البلاد محتاجة الى خدمات ومحتاجة الى شغل. لكن اللي جالس عند 5%، اللي جالس عند 0%، خلاص حوله على مكان اخر، ولا يعني حيله الى بطريقة اخرى مرضية، وخلي غيره من ابناء المديرية يكمل المشوار ويكمل الشغل. من المعيب انه يعني شوفوا هذه الاسواق اللي قدامكم بالصورة، شوفوا هذه الأسواق، شوفوا البيارات، شوفوا الوساخة اللي موجودة. هذه مش عدن، عدن غير، عدن منظر غير، لا يمكن أن يحصل. الحكومة موجودة الآن داخل عدن، والحكومة يجب أن تتصرف. الآن عدن عاصمة، عاصمتنا، وجهنا، يعني العنوان بالنسبة للبلاد. يعني حملة الربط العشوائي، نحن بنتكلم على حملة الربط العشوائي، بس أول مرة تجي الكهرباء وتجي الخدمات، وبعدين نعمل التوعية للناس لا يربطوا عشوائي. نحن الآن نقول للناس سددوا فواتير الكهرباء اللي عليكم، لكن لقد الكهرباء ما تجي من 6 ساعات باليوم. بيقول لك يا أخي هم اللي يجيبوا لنا نص ساعة باليوم ولا ساعة، وعادهم يقعدوا يحاضرون عليها 6 ساعات تنطفي وست ساعات محاضرات. انطفى، سقط عمود كهرباء مدري وين، جابوا صورته في السيارة كسرت الكهرباء، طفت المحافظة كلها. مش معقول بهذه الطريقة المتشابكة، يعني عدن كلها على كابل واحد، يعني لا طفت الحين الآن وانت خارج من زنجبار بخط العلم قبل ما تصل النقطة بدوفس، كم بس سقطت خلاص تنطفي الكهرباء داخل عدن كلها. هل هذا يعقل يا جماعة؟ ولا بخط التسعين بالمنصورة وانت واجي مثلا من اتجاه الحوطة باتجاه الصبر، سقطت كم باب بتطفي عدن كلها؟
مش معقول هذا الكلام. يعني الآن الحكومة موجودة والرئيس موجود، ومش عيب لو أقيل شخص من منصبه ولا تم تغييره من منصبه، مش عيب. نحن نتمنى، نحن ما شفناش في عهد النظام السابق حتى محاكمة الجندي بسيط. نحن نشتي نشوف كذا في بعض الرؤوس تطير، يعني مش عيب يعني غيره من هذا المكان لهذا المكان. أنت ما تخرجهم من الجنة للنار، أنت هديت جهدك وسويت اللي عليك، كثر الله خيرك، حط المجال لغيرك. الوزراء اللي في وزراء ما نشوفهم، في وزير يمكن وزيرين ما شفتهم أنا من 6 شهور قد ما موجود في الإعلام، ما نشوفهم خالص. وزاراتهم ولا عملوا أي مشروع خالص. يعني تقول له أنت بوزارتك، تقول له أنا وزارتي حرب، ما 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 إيش بسوي. وبالتالي لابد من يعني تدارك الأمور في هذا الجانب. مشاهدي الكرام، نذهب نحن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود.